في يوم من الأيام وانت راجع من الشغل البائس الحزين بتاعك وبتنام على نفسك في المواصلات وبتسأل أنا إيه اللي عملته في نفسي ده؟ أنا بكرة هقدم استقالتي، بكرة خلاص بكرة، لا مفيش كلام هو بكرة. وبعدين تفتكر الأقساط اللي عليك والجمعية اللي تداخل فيها وفلوس المدارس، خلاص يعني مش بكرة قوي يعني. وفجأة التليفون بتاعك بيرن، عندك انترفيو مهم بكرة. أيوة بقى أخيرا الدنيا بتضحك في وشي يا جدعان. هتقوم مجهز نفسك وتنزل تاني يوم واخد عربيتك وطالع على الصحراوي ومقفل عداد عشان توصل في ميعادك. بس اقف لنا شويه كده عند اون ذا ران، خلينا نجيب اسبريسو كده. الحياه بتضحك بقول لك، قمت واخد الاسبريسو بتاعك وانت سايق عمال تحضر للانترفيو وتفكر ايه المفاجآت والانبهارات اللي انت هتخش عليهم بيها. وبعد ما خدت رشفه من الاسبريسو وانت بتنزل الكوبايه تتفاجئ بمنظر مخيف. ايه اللي جاب المسامير دي كلها قدامي؟ افاديها طيب، العربيه هتعوم منك. طب فرمل طيب، مش هتلحق، انت ماشي بسرعه. وبعد محاوله منك انك توقف العربيه باي شكل اي شكل، للاسف ما تلحقش وتخش في المسامير فعلا. انا قلبي كان حاسس، انا بتاع ابتسم تبتسم لك الحياه، طب هعمل ايه دلوقتي ده مفيش ولا عجله سليمه، خلاص وقت الانترفيو عدى، شقه عمري ضاع، ده حتى الاسبريسو برد وبقى متشربش. وانت في هذه الحاله الماساويه تبتدي الاسئله الوجوديه تيجي في دماغك، هو ليه لما كاوتش العربيه بيتخرم الهواء اللي جوه العجله بيطلع لبره، ليه مش العكس، ليه الهواء اللي بره مش هو اللي بيخش جوه، وليه الاسبريسو بيبرد، ليه الحاجات السخنه بتفقد الحراره بتاعتها، ليه مش بتاخد حراره من حواليها وتسخن اكتر. المهم بعد ما صاحبنا ده زهق وما لقاش حد يرد عليه، قرر يستنى بقى لما يلاقي حد يقطره، خلاص بايظه بايظه. وعشان يسلي وقته قام فاتح الموبايل عشان يتفرج على البرنامج المفضل بتاعه. ابسطها لك طبعا، انت لسه بتفكر. هيلاقي حلقه اسمها المعلم، بتجاوب على نفس الاسئله اللي كان بيسالها. ايه بقى الحكايه وايه بقى الموضوع من الاول؟ خليك قاعد معانا بقى لبعد الانترو. ابسطها لك، السلام عليكم، ابسطها لك تعود اليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن موضوع شيق جدا، نهايه الكون. لا ما تتخضش قوي كده، انا مش عايزك تقلق، بس العلماء زي ما قعدوا يدرسوا الكون بتاعنا ابتدى ازاي ووصلوا لنظريه البيج بانج، بيدرسوا برضو الكون ممكن ينتهي ازاي. وحتى الان في 3 سيناريوهات بيطرحوها للطريقه اللي ممكن الكون ينتهي بيها. الثلاث سيناريوهات دول هما البيج ريب والبيج كرانش والبيج فريز. لا ده طبعا مش معانا. البيج ريب اللي هو السيناريو اللي بيفترض ان الكون هيفضل يتمدد لحد ما يحصل له تمزق وكل حاجه تفلت من بعض. والبيج كرانش بيفترض العكس تماما، التمدد بتاع الكون هيقف والجاذبيه هتبتدي تقرب كل حاجه من بعضها مره تانية ويحصل التصادم والكون ينهار على نفسه. احنا بقى يهمنا اخر واحد، انا اقصد البيج فريز او الهيت داث او الموت الحراري زي ما بيسموه. السيناريو ده بيفترض ان مع مرور الوقت الكون هيفقد كل الطاقه المفيده اللازمه لكل العمليات الحيويه والحركه الاجسام والمجرات، وبالتالي كل حاجه هتقف وتموت. وعشان كده سنه 1862 وقبل كل الاكتشافات اللي اتكلمنا عليها الحلقات اللي فاتت، سواء الريد شيفت فينومينا او الكوزميك باك جراوند راديشن او الجريت جالاكسي سيدز او النسبيه العامه بتاعت اينشتاين، ظهرت مفارقه اسمها مفارقه الموت الحراري او الهيت داث بارادوكس. المفارقه دي كانت عامله زي اللغز للمجتمع العلمي وقتها، لان التصور المشهور عن الكون لحد الوقت ده اللي بيفترض ان الكون بتاعنا ثابت وازلي. فاذا كان الكون بتاعنا موجود من زمان جدا، من قديم الازل، ازاي لسه ما وصلش للموت الحراري لحد دلوقتي؟ وده كان بيثبت ان الكون بتاعنا لا يمكن يكون ازلي، وانه لازم يكون له لحظه بدايه، وده اللي فعلا العلماء توصلوا ليه بعد كده. وعشان كده اللغز ده اتحل والمفارقه دي ما بقاش ليها وجود. اي واحد يسالني ويقول لي طب هو العلماء كانوا متاكدين ليه ان الكون لازم يوصل لمرحله الموت الحراري؟ مش يمكن يكون الكون ازلي وموضوع الموت الحراري ده هو اللي مش ضروري انه يحصل يعني؟ هقول لك برافو عليك. عشان اجاوب على السؤال بتاعك ده يبقى لازم نتكلم عن واحد من اهم القوانين في تاريخ الفيزياء، القانون الثاني للديناميكا الحرارية. لا خلي بالك ده مش قانون عادي، ده المعلم، ده القانون اللي ستيفن هوكينج نفسه قال عليه If your theory disagrees with the second law of thermodynamics it is in bad trouble. الراجل ده بيقولك إذا نظريتك بتتعارض مع القانون الثاني للديناميكا الحرارية يبقى النظرية دي في ورطة كبيرة جدا. مش بقولك المعلم. طيب ايه بقى القصة بتاعت القانون ده؟ خلونا ناخد الموضوع من الأول. أولا ايه هي الديناميكا الحرارية؟ من اسمها كده هي العلم اللي بيربط ما بين الحرارة أو الطاقة والديناميكا أو الحركة أو كمية الشغل اللي بيقدر يعملها سيستم معين. اشمعنى بقى؟ لأن الطاقة هي اللي مسؤولة عن أي شغل أو حركة بتحصل، وفي كل مرة بيحصل حدث معين لازم يكون فيه تغيير في الطاقة. عندنا كام قانون بقى للديناميكا الحرارية؟ عندنا 4 قوانين. اللي يهمنا فيهم واللي هنتكلم عنهم النهاردة هما القانون الأول والتاني. القانون الأول هو القانون السعيد أو المتفائل. بيقولك إيه بقى؟ بيقولك إن كمية الطاقة اللي موجودة في الكون ثابتة، أو إنها محفوظة من الزيادة
أو النقصان، وعشان كده بيسموه قانون حفظ الطاقة أو Law of Conservation of Energy. الله، طب ما الدنيا جميلة اهو، أمال أنتوا ليه وجعين دماغنا بترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الطاقة ومصدعينا ليل نهار؟ لا، ما أنت مش واخد بالك، هي أي نعم الطاقة محفوظة لكن بتتغير، وهنا بقى هيجي دور القانون الثاني للديناميكا الحرارية اللي هو المعلم، عشان يديلك الصورة الحزينة أو الكئيبة اللي في الموضوع ويفوقك من اللي أنت فيه. إحنا اتفقنا إن الطاقة هي المسؤولة عن أي شغل أو حركة بتحصل حوالينا، تمام كده؟ المشكلة إن إحنا مش بنقدر نستفيد من الطاقة 100% ونحولها لشغل، لأن في كل مرة الطاقة بتتنقل من مكان لمكان أو بتتحول من صورة للتانية، زي مثلا الحرارة أو الحركة أو غيرها، جزء منها بيعمل الشغل المطلوب وجزء تاني بيتهدر وبيتحول لصورة غير مفيدة من الطاقة مش بقدر استخدمها بعد كده، وده اللي أحيانا بيسموه low grade energy أو الطاقة منخفضة الجودة أو الكفاءة. فببساطة كده، إذا كان القانون الأول بيتكلم عن الكوانتيتي أو الكمية بتاعة الطاقة اللي موجودة في الكون وبيقول إنها ثابتة، فالقانون التاني بيتكلم عن الكواليتي أو الجودة بتاعة الطاقة وبيقول إن الكون باستمرار بيفقد الطاقة اللي بيقدر يستخدمها، لأنها دايما بتتحول من الصورة المفيدة اللي نقدر نستخدمها لصورة تانية مش مفيدة. بقول لك إيه يا اسطى، أنا بصراحة مش فاهم أي حاجة من اللي أنت بتقوله ده. أبسطها لك، تخيل معايا مثلا لو أنت استخدمت الطاقة الحرارية وسخنت بيها طبق شوربة وبعدين حطيته على الترابيزة وجالك تليفون ونسيت طبق الشوربة ده كده لحد ما برد، هل ده معناه إن الطاقة اللي كانت موجودة جوه الشوربة اختفت من وجود خلاص؟ لا طبعا، كل اللي حصل ان الحرارة اللي كانت في الشوربة اتوزعت في الأوضة، فممكن تلاقي مثلا الجو بقى دافي سنة او الترابيزة بقت سخنة شوية، وهو ده كده القانون الاول للديناميكا الحرارية، ان الطاقة محفوظة من الزيادة او النقصان، هي اتنقلت بس من مكان للتاني، لكن في نفس الوقت انت مش هتقدر تجمع الطاقة من الأوضة تاني وتستخدمها مرة تانية عشان تسخن الشوربة، لان الطاقة تحولت لصورة غير مفيدة او لو جريد انرجي، وهو ده بالظبط القانون تاني للديناميكا الحرارية. طب يعني ايه يعني هو القانون التاني ده جاي عشان بس يقفلنا، عشان يقول لنا ان احنا مش هنقدر نستخدم الطاقة زي ما احنا عاوزين؟ هو ده كل اللي بنستفيده منه؟ لا، اولا ما تغلطش في المعلم عشان ما تزعلنيش منه. ثانيا بقى، في حاجة تانية مهمة جدا القانون ده بيقولها لنا، وهي اتجاه الحركة بتاعة الطاقة. لو بنتكلم عن الحركة بتاعة الطاقة بشكل تلقائي من غير ما يكون في تدخل من اي وسائل خارجية او وسائل مساعدة، هنلاقي ان دايما الطاقة بتتحرك من التركيز الاعلى للتركيز الأقل، كأنها دايما بتدور ان هي يحصل لها تخفيف او انتشار او فوضى اكتر. الاسبريسو دايما بيبرد عشان الطاقة بتتنقل من الحرارة الأعلى للحرارة الأقل. كاوتش العربية لما بيتخرم الهواء اللي جواه بيطلع لبره لانه بيتحرك من الضغط الأعلى للضغط الأقل. احنا اتفقنا قبل كده ان عشان اي حاجة في الدنيا تحصل لازم الطاقة تتحرك من مكان لمكان أو تتحول من صورة لصورة، وده هيفضل يحصل طول ما الطاقة بتتحرك من التركيز الأعلى للتركيز الأقل لحد ما التركيزين يبقوا قد بعض بالظبط ومفيش أي فرق بينهم، ونوصل لمرحلة التساوي أو الإكوليبريم اللي بعدها مفيش أي طاقة هتتنقل من مكان لمكان، وبالتالي أي شغل أو حركة هتقف. وكأن الطاقة لما بتتخفف أكتر الكفاءة بتاعتها بتقل تدريجياً لحد ما تتحول كلها لطاقة غير مفيدة أو لو جريد انرجي. والتحول بقى بتاع الطاقة ده من التركيز الأعلى لأنها تتخفف أو تنتشر بشكل أكبر أو أنها تتحول من صورة نقدر نستخدمها لصورة تانية غير مفيدة، ده بنسميه الانتروبي، وكل ما الوقت بيعدي الانتروبي بتزيد. اي واحد يقول لك بس مع احترامي ليك، يعني ما احنا بنحط الاكل في الفرن وبنقدر نسخنه ونخليه ينتقل من الحراره الاقل للحراره الاعلى، كاوتش العربيه لما بيتخرم بنقدر ننفخه مره تانية ونخلي الهواء يتحرك من ناحيه التركيز الاعلى ويخش في التركيز الاقل؟ هرد عليك واقول لك انت كده بتغلط في المعلم. احنا اتفقنا ان القانون التاني للديناميكا الحراريه بيتكلم عن الحركه بتاعه الطاقه بشكل تلقائي. يعني ايه تلقائي؟ يعني من غير ما اديله طاقه من بره او استخدم اي وسائل خارجيه. الاكل بسخنه بيسخن عشان ادينا له طاقه من بره، والكاوتش اللي بنقدر ننفخه تاني برده عشان بذلنا طاقه في اننا ندخل الهواء في عكس الاتجاه الطبيعي بتاعه، لكن مفيش حاجه من دول بتحصل بشكل تلقائي من نفسها من غير ما نستخدم طاقه زياده من بره عشان نعملها. طب احنا كده فهمنا موضوع القانون التاني، ايه بقى علاقته ببدايه الكون او موت الكون او الكلام ده كله؟ حلو قوي، خلونا نبتدي من عند جمله كتبها ستيفن هوكينج في مقاله له منشوره على السايت بتاعه. رغم إن هوكينج من علماء الفيزياء الملحدين، لكنه قال In fact, the theory that the universe has existed forever is in serious difficulty with the second law of thermodynamics. بمعنى إن نظرية إن الكون طول عمره كان موجود وعمره ما كان عدم
فيها إشكالية خطيرة جداً مع القانون الثاني للديناميكا الحرارية. الإشكالية جاية منين بقى؟ إحنا اتفقنا أول حاجة إن الطاقة هي المسؤولة عن أي شغل أو حركة بتحصل في الكون، واتفقنا إن إجمالي كمية الطاقة اللي موجودة في الكون ثابتة مش بتزيد، واتفقنا كمان إن الطاقة اللي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بتقل مع الوقت لانها دايما بتتحول لصوره مش مفيده من الطاقه، ما بتنتجش اي شغل او حركه. واتفقنا كمان ان الطاقه ليها اتجاه واحد بس بتمشي فيه بشكل تلقائي، من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، ومن الحراره الاعلى للحراره الاقل. ويوم ما نوصل لمرحله الايكوليبريم مش هيبقى فيه اي دافع للحركه بتاعه الطاقه، وبالتالي كل حاجه هتقف. لو افترضنا بقى ان الكون ده ازلي ملهوش بدايه وطول عمره كان موجود، وطول الوقت الطويل جدا ده عمال يفقد في الطاقه اللي بيقدر يستخدمها، والانتروبي بتاعته عماله بتزيد، وكل يوم بيقرب اكتر من الايكوليبريم اللي عنده كل حاجه في الكون هتقف. معنى ان الكون لسه ما وصلش لمرحله الايكوليبريم وانه مازال لسه في طاقه بيقدر يستخدمها انه لا يمكن يكون أزلي، لأنه لو كان أزلي بمعنى أنه كان موجود من وقت لا نهائي كان زمان كمية الطاقة اللي هي موجودة بكمية نهائية أو محدودة خلصت من زمان جداً وتحولت كلها للو جريد انرجي، وكان زمان الكون حالياً كله واقف مفهوش طاقة ولا حرارة تخلي النجوم والكواكب والمجرات تتحرك، ولا العمليات الحيوية تتم، ولا يكون في أي شكل من أشكال الحركة أو الحياة في الكون، وده اللي بيسموه الموت الحراري أو الهيت داث. التفسير الوحيد ان طاقة بكمية محدودة وطول الوقت بتستنزف وبتتحول لصورة اقل في الفايدة لكن لسه مكملة وموجودة ولسه الكون فيه حركة وحياة، ان الوقت اللي عدى على الطاقة دي محدود هو كمان ومش كافي لسه انه يخلص على كل الطاقة المفيدة اللي في الكون، وده معناه ان الكون لا يمكن يكون ازلي وان عمره محدود وتولد في لحظه معينه وقبل اللحظه دي كان عدم. بالظبط زي فكره الساعه اللي بالزمبلك اللي بتشحنها بكميه معينه من الطاقه في الاول وبتسيبها تقعد تستنزف في الطاقه دي كل لحظه لحد ما توقف خالص. طيب وده معناه ايه لما نقول ان الكون لازم يكون له بدايه وانه بقى موجود بعد ما كان عدم؟ اظن انتوا حفظتوا خلاص، كل حاجه كانت عدم وبعدين بقت موجوده لا يمكن تكون اوجدت نفسها بنفسها، ولازم يكون في سبب بره عنها هو اللي تسبب في وجودها. وبما ان الكون مش ازلي وبقى موجود بعد ما كان عدم يبقى لا يمكن هو اللي يكون اوجد نفسه بنفسه، ولازم يكون في سبب خارج الكون هو اللي تسبب في وجوده وخلقه بعد ما كان لا شيء. واتفقنا ان المبدا ده اسمه مبدا السببيه، وان واحد من البديهيات او المبادئ العقليه الاوليه اللي اتبنى عليها كل العلوم بعد كده. ده كان السكند لو اوف ثيرموداينامكس او حرف الاس في كلمة سيرج، اللي بتلخص خمس حقائق علمية بتأكد ان الكون له بداية ومش ازلي، اللي هما السكند لو اوف ثيرموداينامكس، اليونيفرس اكسبانشن، راديشن فروم ذا بيج بانج، الجريت جالاكسي سيدز، واينشتاين ثيري اوف جنرال ريلاتيفيتي. وكده نكون خلصنا كلام عن اول نوع من انواع الادلة العلمية اللي بتأكد وجود ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو الدليل الكوزمولوجي او بداية الكون، واللي بيثبت ان الاكتشافات العلمية الحديثة بتتفق تماما مع الايمان ومع التصور الالوهي اللي بيقول ان الكون مخلوق ومش ازلي وان ربنا هو خلقه، وانه ما ينفعش يكون الكون او الطبيعه هي اللي اوجدت نفسها بنفسها، ولا ينفع يكون الاله هو الكون او جزء منه. النوع الاول من الادله بيقول ان الدين مش متعارض مع العلم، بالعكس التصور اللاديني هو اللي عنده مشكله حقيقيه مع العلم. وعشان ناكد على النتيجه اللي احنا وصلنا لها قبل ما نتنقل للنوع الثاني من الادله ان شاء الله، هنعرض الحلقه اللي جايه شويه اراء مخالفه للدليل الاول عشان بس نثبت ان موضوع الايمان مش نتيجه تقليد اعمى ولا جهل بالاراء المخالفه وخلاص. الايمان مبني على العلم وعلى الدليل وعنده القدره في مواجهه اي تصور ثاني برضه بالعلم والدليل والمنطق. الحلقه اللي جايه بتفكرنا ان مش احنا اللي عايشين في كهف افلاطون والدور الباقي على اللي بيتهم اصحاب الدين ان هم متخلفين ورجعيين وقافلين على نفسهم، وهو اللي مش عايز يطلع بره الكهف ويصدق ان التصور اللي اقنع بيه نفسه من زمان مش صحيح. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بفكركم بميعادنا الجمعه بعد اللي جايه ان شاء الله الساعه 8 بالليل. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو اذا عجبكم المحتوى، ولحد ما نبسطها المره الجايه ان شاء الله استودعكم الله. سلام. لو في اسئله شغله دماغك ما تقولي ابسطها لك، في حاجات في الدين مش جايه معاك استنى هظبطها لك، فاكس ممنوع وسؤال مرفوض ومفيش اجابه لسؤالك، طول ما في بالك تفهم دينك.